Dude. شوي تفاصيل العملية؟ انت قبل ما تخطط اي شيء في كم شغله لازم نطلعك عليها. لا هاي ماي الخطة، هاي وصية، وصيتي، وصية رسمية مسجلة بالمحكمة. انا بعرف انهن بتحب تقرأ بالعربي، بس هالمرة اذا بتحب بقرأ لك شو جواتها. اوكي، هالوصية بتنص انه الاراضي اللي مسجلة باسمي، اراضي الجب وكتير من ضياع العاصي اللي زي حوالاها، هالضياع اللي كتير مهمة الكين، رح بتصير باسم مين؟ الكونت إدموند دوبرتوي. تعرفوا هيك يا إيدي. رئيس إدارة بورت بيروت. المينا. المينا ولو. صحيح ما قلت لي كيف خلافاتك مع رفقاتك الفرنساوية؟ أنا الذي مسمعه إنه ما تتقاتلوا على التقسيمي. على أي حال هلا مساعدك. تعريف حتى لو رح بكون ميت يا بي 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 ولا بي شو مشتاق شوف قتالي بين كونت وسيء صراع ولو صحيح نسيت اقول لك شغلي الوصية بيعرف فيها الكونت بيعرف أي ما تراح يعرف وقت اللي زي تموت شو معناته هالحكي معناته انت واللي زي حوالها لازم تديروا بالكين على حياتي كتير مليح